الخير، اهلا وسهلا فيكم بالشانل الجديد اللي بتتعلق كله عن تربيه الحمام. معكم زياد شروق. اول شيء في كتار بيسالوا بشو ما نبلش، كيف ما نبلش بتربيه الحمام؟ شو هو الحمام؟ شو نوع الحمام بنجيبه؟ كثير هينه ولا اسهل من هيك. الحل بسيط، بتبلشوا بحمام انه شو سعره رخيص، حمام زاجل، حمام باكستاني، استرالي، جريزليات، هو حمام سعره مقبول وحمام كثير مواصفاته حنونة على أولاده على الزغليل، كتير بيحنوا بيزقم زغليله بطريقة كتير احترافية وحنونة. نرجع على أنواع الحمام، شو نوع الحمام المطلوب؟ لكان منجيب قصين زوجين حمام ذكر إنتاية أعمارهم 6 أشهر ومدون، ما يكونوا شبابات، ما يكونوا كتير كبار. ليه؟ ليتعودوا على المطرح اللي بيقعدوا فيه. مثل ما شايفين هون عنا السلاكة 60x60 ارتفاع 45، هون الانتاية راقدة على بيضتين والذكر ورا. مثل ما بتشوفوا هون عنا كمان زغلول راقد هون بالطاجن، الذكر عليه والانتاية ورا. عنا هون كمان بيض، تاني نهار بدها تحط تاني بيضة الحمامة. اوكي، طب نرجع لموضوع السؤال الاول. لكن بدنا حمام زاجل، نجيب قصين اللي هو ذكر انتاية جوزان حمام، بنحطهم بسلاكة مواصفاتها 60x60 ارتفاع 45، كل عين فيها مشربة مأكلة وطاجن. بنقرب شوي على الكاميرا، الطاجن مطرح ما بيحط الحمام البيض تبعه بيرقد عليه. اوكي، من بعد ما عرفنا شو نوع الحمام بدنا نجيبه، اوكي، التاني سؤال بينطرح، السلاكة قلنا شو مواصفات السلاكة اللي هي 60x60 45 ارتفاع، هي مواصفات الستاندر اللي بيرتاح فيها الحمام ليقدر ينتج البيض وانتاج الزغليل، ليقدر الذكر يكسر الانتاج، يكسر يتجاوز بطريقة صحيحة ما يضايقوا المطرح. ارتفاع العلول يكون 60x60 45 العلول ارتفاع. اوكي، هون عرفنا لكن نوع الحمام، شو وين بيقعد، شو مواصفات السباكة العين تبعه. السؤال الثالث، كل اي متى الحمام بيحط البيض تبعه، اي متى بيفرخ الحمام بيضة وتاني يوم بتحط تاني بيضة، بصير الذكر والانتاية بيتبادلوا، بياخدوا الدور يتبادلوا. الذكر بيقعد من 10 الصبح لخمسة بعد الظهر، والانتاية من 5 بالليل، 5 بعد الظهر يعني، لتاني يوم الصبح لليوم ال 18. على يوم ال 18 بتفقس اول بيضة، تاني يوم بتفقس تانية. لكن 18 يوم بيرقدوا على البيض بالطاجن، بتفقس اول بيضة ويوم التاني بتفقس تاني بيضة. مثل ما عم نشوف زغلول عمره 13 نهار هي بزقمه البي. اوكي، كمان بدي اشير لها شغله، انه الحمام مثله مثل بقيه الطيور عنده فتره قلش. شو يعني فتره قلش؟ فتره قلش هي فتره تغيير الريش، يعني بغير ريش، بكب ريش ليطلع محله ريش تاني. بهالفتره من شهر اول شهر 9 لاخر شهر 12، بهالفتره ما عندنا انتاج بيض، لا عندنا انتاج حتى الزوج الذكر والانثى ما بيتزوجوا. بكون فترة مثل ما بيقولوا بالدارج بيريح الحمام، بيريح، بكون بيريح. اوكي، طيب رح ننتقل على السؤال الرابع اللي هو اهم شيء بهالشغلة، نظافة السلاكة، نظافة المطرح. مثل ما بتشوفوا السلاكة بتتكون من عين 60x60 ارتفاع 45 من مشربة ومأكلة اللي منشيلها كل يوم من بعد ما ياكله، والطاجن اللي هو بيحتضن البيض مثل ما بدل بأصبعي. من أهم عامل ناجح بتربية الحمام هي يكون عندك عامل النظافة بالسلاكة، يعني بالجمعة مرتين بتنظف السلاكة، المشربة كل يوم بتغير مي لتتفادى أمراض الجدر وأمراض السالمونيلا اللي هي من أخطر امراض اللي بيمرق فيها الحمام. اوكي،
بدنا نشوف إذا نسين بعد شيء. مثل وشو هو النظام الغذائي اللي لازم تحطه للحمام ليكون ليتغذى وينتج لك المظبوط لإنتاج البيض المظبوط. في عندك الرز، عندك الفول، عندك الحمص، عندك البازيلا، عندك الخبز بتكسر له خبز، عندك الفاصوليا البيضة الصغيرة. هو كلهم من أهم عوامل لإنتاج البيض. الحبوب كلها هم بعد تجربة بتسلقها على النار لمدة دقيقة، لمدة دقيقة بتحط لها رشة ملح صغيرة لا يكون عنده يتكون عنده الكالسيوم والأملاح المعدنية القوية. والحمام بياكل مرة بالنهار، بياكل مرة بالنهار، إذا عنده زغليل بياكل مرتين بالنهار لمدة نص ساعة. بتحط له المأكلة كمشتين بقبضة إيد كمشتين، بعد ساعة بتشلوا إياها، لأنه الحمام إذا شاف الأكل كل النهار قدامه بيزهق ما بقى ياكل. كرمال تعوده إنه ياكل بشهية كبيرة ويأكل زغليله، بتأكله مرتين بالنهار إذا عنده زغليل، وإذا جوز لحاله مرة بالنهار. برجع بذكر إنه نظافة المطرح لازم يكون على طول في نظافة. الحمام كرمال تبعد عندك أمراض الجدر، البكتيريا، الفيروسات، السالمونيلا، كل هودي من ورا بيجوا من ورا وساخة المطرح، ومن ورا زرط الحمام، وسخ الحمام لازم تنظفهم بشكل يومي. والمشرب والماي والمأكل كل يوم لازم يتغيروا. أهم شيء الماي الماي الماي، بالصيف مرتين بتغير الماي كرمال على طول يكون في ماي نضيف يشرب منه الحمام، ما يسيبه أي أمراض، يكون بعيد عن الأمراض. هذا بشكل ملخص مختصر مفيد. إن شاء الله بلاقيكم بحلقة الجاي، بتمنى تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وبشوفكم حلقة الجاي. يلا باي.